بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الفيديو راح اشرح طريقة رسم ديزاين الهايدرانت صنبور المياه. بالبداية مثل ما تعودنا دائما المفروض نحدد لنا نقطة ريفرنس. انا بالبداية راح ابداها من هون، راح ارسم تو لاينز. اعمل لود لداشت لاين بهذا الشكل، راح اغير بروبرتيز واللون تعدل التو لاينز. بالبداية راح ارسم لاين طوله، طبعا احنا هون عندي اياها 60، فراح ارسم 30 كمان لاين طوله 40. بعد ما ارسم هدول التو لاينز راح اروح للشمال بمقدار الاوفست اللي عندي اللي هو 20، راح اروح مقدار 20 وراح انزل وراح اقاطعه مع خط ال 30، وبعديها راح ارسم خط عشوائي او سوري راح ارسم خط طوله 150 بهذا الشكل. بنفس الطريقة راح اعمل ميرور للبارت السفلي، واخر شي راح اعمل قمر فلت بريديوس بقيمة 10 ونفس الاشي منطقة الاسفل بهذا الشكل. هلا من المنتصف راح ارسم لاين، راح اطلع بمقدار 100 وراح ارسم لاين لليمين ولاين للشمال. نقطة تقاطع اللاين اللي هون واللاين اللي هون راح ارسم منه لاين طوله 100. ونقطة رح النهاية رح ارسمها 40 خط، وبنزل لتحت بمقدار 20 مثل ما احنا شايفين هون، فرح ارسم هيك خط 20. هلا في عندي هون سيركل تربط هدول التو لاينز، هي عبارة عن دائرة مماسية مقدارها 50. راح اعمل ترم لهذا البارت. هلا راح امشي مقدار 30 وراح اطلع لفوق مقدار ايضا 20 وهون 60. فيني سكر هاي المنطقة. هلا بعديها اذا انتبهنا راح نلاحظ انه هون في عندي لاين يبعد 10، لاين 10، خلينا نحط هلا مبدئيا طوله 80، راح نشيل الزوائد. اوفست مقدار 20 بهذا الشكل. هلا خلينا ننتبه شوي، المسافة من هون لهون 20، بينما من هاي النقطة اللي هو هذا الخط اللي هو خط 80 لفه بمقدار 100. راح اروح من خط 80 وامشي بمقدار سوري من خط اوكي 80 راح امشي بمقدار 80، وراح تكون من هون راح ارسم دائرة قيمتها كراديوس 20. هلا راح اعمل ترم لباقي البارتس حتى يطلع لنا فقط الجزء الدائري. هلا اذا انتبهنا في عندي هون 140، فرح ارسم خط
مقدار 70 لليمين لاين 70 واجين بدي احول لخطوة مين، فرح ارسم بهاي النقطة لاين 20 كطول 20 على خط السيمتري رح يكون 10 لفوق و 10 لتحت لاين 10 لفوق، وبعديها رح اشبك هاد للمنطقة اللي هون ورح اعمل الترم للبارت الداخلي ورح اعمل ميرور لا وكخطوة اخيرة ميرور لهاد البارت ككل. هاي انتهينا من رسم هذا الجزء. هلا بدنا نرسم البارت ايش على اليسار. هلا مش غلط لو مدينا من على الاكستنشن هذا اللاين. هلا اذا انتبهنا بدنا نرسم رح نمشي هلا رح نمشي خط اوفست بمقدار 90 ورح انزل عن الخط العشرين اللي هون بمقدار 130 يعني رح اعمل له اوفست اجين 20 و 130 150 170 بعديها رح اعمل اوفست للخط العمودي اللي هو هاد عنا 90 20 60 خلينا نعمل اكتر من اوفست 90 20 اوكي another offset 60 هلا نقطة تقاطع 60 رح يكون عندي هون لاين هذا الشكل ورح اطلع بمقدار 20 ورح اطلع من اليمين بمقدار 20 اوكي هلا 20 هلا ايضا رح اطلع بمقدار عندي هون عندي اذا انتبهنا هون في عندي 20 برضو تمثل الراديوس فرح اطلع كمان 20 لفوق و20 لليمين رح اعمل امر فلت اوكي فلت راديوس 20 بهذا الشكل هلا صار فيني ارسم السيركل الموجوده هون عندي سيركل راديوس الها 30 وسنترها هو خط التقاطع اللي هو المنتصف الأول مع الخط الوهمي تقاطعهم بريديوس 30 وراح أعمل الترم للجزء اللي ما بدي يطل هلا بضل عندي البارت اللي فوق راح أرسم بنفس سنتر هاي النقطة سيركل ثمانين ورح ارسم another circle يعني هو رح ارسم line يعني رح اعمل mirror لخط العشرين بهذا الشكل ما بدنا ننسى هون وبعديها رح اعمل circle مماسية ايضا بقيمة 50 بهذا الشكل ورح اعمل كخطوة نهائية أمر الترم وهيك بنكون انهينا رسمة الصنبور ويعطيكم ألف عافية.